مخصصين. هو طبعا هسه ما حدا يسوي كلاس 3، هو اكثر شيء يسوي الكناي ابر اور لور. الدستر هذا طبعا قديمه، احنا بالنسبه لنا كمصنصريه ضمن ما نعطي هاي المحاضره. مو قلنا ارجع واقول خاف تمتحنون الفاينل ويا بغداد فتكون المحاضره مطلوبه من عندكم. فاني لو علي انا هاي المحاضره لذلك اخرتها لاني ما انطيها، لان ما عاد احد ما يشتغل كلاس 3 كناين امالغم. زين؟ فهو لما نقول كلاس 3 فور كافيتي بريبريشن، امالغم كافيتي بريبريشن معناته راسا اقول كناين. يا سيرفس الميجيال اون الديستانس يعني مستحيل اقول انتيريور تيث فور امالغم بريبريشن بالسنترال او لاترال ما عدا الكناين. ميجال او ديستال؟ ديستال. اوكي يعني ترو فولس اساي دكتور عيديها سمع بيها ترو فولس اساي ام سي كيو من يجيني اقول كلاس 3 كافيتي بروبريشن فور امالغام كناين ديستال كناين ديستال سيرفيس مال كناين ديستال سيرفيس مال ابر اور لور كناين هاي اول ام سي كيو بس كان ايش لينجوال ما يصير عندي كلاس 3 انا اذا احكي لي انا كلاس 3 وين يكون الميجيال والديستال سيرفيس لا ما امسحها هاي كفارة طب الاسنان صحيح اقول كلاس 3 لما اقول كلاس 3 يعني شنو؟ ميجيال ديستال قول لي لينجوال هذا معناته شنو؟ لا مو كله من اقول عندي كيريز يعني باللينجوال احنا نقول اللور تيث نسميه اللينجوال سيرفس والابر تيث نقول عليها بليتال سيرفس فمن يكون عندي كيريز باللينجوال او بليتال سيرفس مال انتيريور تيث هذا يا كلاس يا كلاس ثلاث جواب يا كلاس 5 1 1 عرفت بس من اقول كلاس 3 راسا يجي ببالي انه هو مو يجي ببالي انه راسا اجاوب اقول هذا ميجيال اور ديستال سيرفيس مال انتيريور تيث هاي ما راح يخربط هذا تصعد وياكم رابع خامس لحد ما تفاقون الحياه فهمنا لما فهمنا من ف من قاعد وحتى ما تقاعدين بدك لو ابنك تبعدين تشرحي له نفس الحكي زين عيني؟ فهسه نحكي على الكافيتي بريبريشن مالتي، أولا وين أسوي الإنديكيشن مالتي مال الأمالغام؟ حتى أشتغل كلاس 3 للأمالغام فور كانال، أكثر شيء من أريد أشتغل أسوي بارشال دنتشر. أكثر شيء أشتغل أسوي ليش؟ لأن حيصير عندي بارشال دنتشر، أنتم معكم بروستاتيك يمكن مو لازم بس الرابع تاخذون كعيادات بارشال دنشر او كومبليت دنشر تحكي عيادة اعرف ما فمن اجي البارشال دنشر يصير بي كلاس بات فالكلاس دائما اذا انا عندي اريد اعوض الفور اور الفايف فري اند اكستنشن هو البيشنت ما اقدر اسوي له بريدج ولا هو عنده امكانيه يسوي امبلانت فاذا اسوي له بارشال فالكلاس بوين راح يقعد يحول على كناي من اقعد فلازم انا بهيجي حاله اسوي له اياه الفضل مالتي شو تكون؟ امالغام اعتبار ان امالغام تصير اقوى من الكومبوزيت قلنا الكومبوزيت هي بها ادفانتج وديس ادفانتج وبها انديكيشن وكونترا انديكيشن والامالغام هم نفس الشيء وكلاس 3 فور امالغام بريبريشن همينا بها indication و contra indication يعني احنا كل كلاس كل cavity preparation بيها advantage disadvantage و indication و contra indication فوين استخدم ال indication مالتي مال كلاس 3 الامالغام preparation من يكون ال distal surface مال الكنام ال medial surface مال الكنام ما اسويه اسوي composite ليش؟ ما كرهت مو بس هاي يعني انت كلاس راح تخليه على الميجيال سيرفس صح؟ فاحنا من نقول احنا على مود ان التشيفيشن اللي يسوي بارشيال فالبارشيال وين راح يكون الكلاس؟ على الديستال سيرفس ما معقول يكون عندي على الميجيال واذا اريد اعوض له الانتيريور تيث فاكيد الكلاس راح يصير يعني على البوستيريور تيث اذا مثلا ذا فور ميسنج اثنين سنترالات واثنين لاترالات كلها ميسنج فور انتيريور تيث فراح اعوض له اسوي الكلاس بات شوف عند الاسنان اذا عندنا بوستيريور تيث نخلي عليها الكلاس
في الانديكيشن مالتي وين يكون مال امالجام بريبريشن فور كلاس 3 كان ديستا سيرفيس او كان ليجن سيرفيس او كان ايش راح يكون هي طبعا بيها انا ما احب هاي الحاله ليش ما احبها لان هي تابعه للانتيريور كومبوزيت انتيريور كافيتي بريبريشن ليش اجي اخليها للامالجام المهم اخذنا محاضرات احنا الكومبوزيت ان البريبريشن ما تكون كونزرفاتيف از ماتش از بوسيبل ليش يعني اني احصل ميكانيكال كيميكال ريتينشن تمام لو لا هذا الكومبوزيت هذا الكومبوزيت راح تشوفه احنا بدنا نحكي على كلاس 3 وهسه هم موضوعنا كلاس 3 بس على الامالغام هيك حاله من دا اشتغل امالغام بريبريشن للكناين كافيتي بريبريشن للكناين من راح اسوي الكافيتي مالتي نفس البرنسبل مالتي واللي سويتها فور امالغام بريبريشن اللي هي شنو هي البرنسبل مالتي للامالغام بريبريشن ريتينشن فورم ريزيستنت فورم اوتلاين فورم راسا ركبت على ريتينشن بالسر اوتلاين فورم ريتينشن ريزيستنت وكمل البقيه والكونفينينس فورم فهمنا هل زين التجاوب اوكي قلنا بالانتيريور كومبوزيت دا اربط لكم اني لان هي كلاس 3 فور انتيريور وكلاس 3 للامالغام فدا اربط لكم بيناتها بالكلاس 3 قلنا ما يحتاج اني اسوي الدبث مالتي 1.5 او 2 ملي لان انا حاصل ميكانيكال وكيميكال ريتنشن اما بالكناين لا لازم الدبث مالتي يكون 1.5 ليش؟ لان انا لازم ما دام اشتغل امالغام اذا هذا يحتاج للبيس سمنت بيس او اذا ديب احتاج للاين صح؟ وراح احتاج للريتنشن مينز همين تمام لو لا فهسه الكافيتي بريبريشن مالتي شلون راح يكون نفس البرنسبل ابدي بسمول راوند بير واكمل بال فيشر بير والاوتلاين مالتي نفس البرنسبل يكون شكل البوكس بس على الاكثر ما عندي فيديو الكناين ما حد يشتغل هسه بالكناين بس هاي شلون راح ادخله للكناين ديستال سيرفيس وذا سمول راوند بير البير مالتي شلون يكون بيربنديكولار على التو سيرفيس صح ولا لا؟ بس اريد وياي حتى اشوفكم تذكرون المعلومات ولا لا؟ بدي اخذ صوره زين عيني؟ فشلون راح تكون الانترنس مالتي اللي بالبير؟ سمول راوند بير بيربنديكولار على التو سيرفيس وادخله ايش قد يدخل من البير؟ بما انه هو السمول راوند بير يدخل عادي كلها ورا بعض تمام بس الفشر بير راح ادخله 1.5 او نص البير تمام بعدين اكمل بالفشر بير نفس البرنسبل الشكل مالتي هم راح اسويه شكل البوكس واذا طبعا كلاس 4 هم يصير عندي الانسايزر بس قليل ما يصير عندي الكناين الانسايزر ايج يصير ب كاريز يعني مرات هو كلاس 3 وممكن الكلاس 3 شويه صاير على الانسايزر ايج فاثناء الشغل مالتي ممكن تروح يعني اذا تبعان على الكناي الانسايزر ايج تصير بعيده عن البروكسيمال سيرفس مو مثل السنترال واللاترال صح ولا لا؟ الا اذا يعني الكيريز موجود عندي هو اصلا الكناي لذلك يقول لك يفضل ان الكناي ما ينشلع حتى لو هو بادي كيريس توث اسوي له روت كانال واسوي له سكرو بولد اب وعليه ممكن اسوي بريدج والبريج عوضه كناين 4 5 6 باعتبار الكناين الروت مالته يصير اولا اطول من الروتات وثانيا الكناين هو اصلا قوي واضح؟ فقد ما احاول اني احافظ على الكناين اذا بيشنت يجيني الكناين عنده كيريز ما اقول له اشبع لك اياه احاول وياه روت كانون لان مستقبلا اذا هو ما عنده اسنان ويريد يسوي عليها بريج فهذا الكنين هو اللي يعوض فهمنا؟ بس مو اشلع للكنين وبقي له الفور اور الفايف واقول دول راح يعوضوا لا واضح ولا صدق؟ فالكافيتي بريبريشن قلنا سمول راوند بير ادخل وبعدين اكمل بالفشر بير والديبث مالتي 1.5 ونفس البرنسبل اللي هي فلات بطل الفلور والاكزيا والكيرف سيرفس لاين اندر ايش قد لازم تكون؟ 90 عفيف لا 110 والانترنال لاين انجل مالتي 110 انترنال لاين انجل راوند عافيه حتى ما اسوي ستريس كونت عافيه اوكي هنا حساس هذه بالنسبه للاوت لاين والريزستنت فورم الريتنشن فورم مالتي بالاضافه انه هنا شنو الريتنشن فورم مالتي مال كافيتي بريبريشن للامالغام هذه الاكسترا مينز اوف ريتنشن مينز لا هذه
اي بس اني بالكافيتي بريبريشن مالتي العاديه الريتنشن مالتي شلون حصل الريتنشن ما احتاج بعد ريتنشن فلات بوبل فلور صح لو لا كونفرج لو دايفرج حسب الكيس اللي دا اشتغلها البكولين بول حسب الكيس اذا هي على الكروزر سيرفيس مال بوستيرير تيل او على الانتير صح لو لا اذا احتاجيت شفت التوث بكيريز هوايه واحتاج جراحه ريتنشن مينز وين راح اخليه؟ اخليه على اللينجوال سيرفيس مال التوث مش راح يكون يا اما بيكون يا اما دوفتيل هذا دوفتيل دوفتيل اسمح لكم يجي ياخذ الحقول زين علي فالريتيشن ميز اذا احتاج اسوي راح اخلي دوفتيل وين يكون باللينكول سيرفيس بالنسبه للور تيك او البريفال سيرفيس مال الابر تيك الدفتر معناته اني ما راح انزل نفس الدبث مالتي هي الدفتر يعني ما يحتاج اني اخلي سمنت على الدفتر هي بس مجرد ريتنشن حتى تلزم الامالغا تمام لو لا نسميها هو ميكانيكال ريتنشن يعني ما اقدر احصل ميكانيكال ريتنشن واضح لو لا هذه كلها هي محاضره البلاستيك بلس فور امالغا كافيتي بريبريشن للكناي المهم بها هو وين يكون الديستال سيرفيس والريتنشن مينز مالتي شنو؟ دوفتيل اي دوفتيل بن هول دائما انا من اسوي بن هول بيا بير اسوي بن هول سمول راوند بير اللي سايز مالتي يصير تقريبا ربع يعني فشي صغير من اخلي البن هول نفس المنتجين يسوين البن هول يعني وين؟ على اللي على التو ستراكشر انت اللي باقي عندك اللي موجود عندي بس انا دائما ما دا اشتغل بالانتيريور تيل فاحاول ما اخذ ما اسوي بالسبت يعني صح دا اشتغل امالغا بس مو معناته اروح على الليبيا سيرفيس وكله ابو معوضه بامالغا تفهموني لو لا واضح؟ إذا احتاج كنا احنا الانديكيشن مالتي مال الليبيا اللي اخليه الانفز الليبيا ليش؟ مثلا اي يعني اني احنا عادي اذا عندي كلاس 3 ولا كلاس 4 هذا واحد بس كلاس 3 من اريد اشتغل دائما ادخل له من اللينجوال او البليتا سيرفيس مال التوث انليس اللي يجي في الشخص سيرفيس الا اذا جاني البيشنت هو عنده اوت فولينج ويحتاج هو اصلا مسوي لي على الليبيال سيرفيس فانا ايش راح اسوي له قبل ادخل من البليتال سيرفيس واجي اعبر له على الليبيال سيرفيس لا فبهيك حاله لازم ادخل من الليبيال سيرفيس ويبقى عندي البليتال سيرفيس اللي هو اصلا ما ملعوب فيه يبقى ما ملعوب فيه محافظ عليه واذا عندي اصلا كيريز وراويتكم ذيك المره صور وتمام لو لا بس واذا عندي على الليبيال سيرفيس بهيك حاله راح ادخل له من الليبيال سيرفيس مال التوث فمن ادخل من الليبيال سيرفيس معناته الدوفتيل مالتي راح يكون على الليبيال سيرفيس البن هول مالتي هم راح يكون البن هول راح يكون فشيء يعني كلش قليل مو معناته انا راح ادخل يعني احنا قلنا بالانتيريور كافيتي بريبريشن والفولينج راح احصل كيميكال وميكانيكال بالامالغام قلنا الدوفتيل يكون لينجوالي حتى يلزم لي الامالغام والتوث ستراكشر تمام لو لا بس ما يحتاج احنا دائما على ريتنشن مينز اذا تذكرون كلاس 5 فور امالغام بريبريشن من قلنا نخلي الريتنشن البنسل وين قلنا نخليه اكزيو انسايفا اكزيو جنجايفا صح لو تمام بس من اريد اخلي للسمنت بيز السمنت بيز ما اخلي على الجروبات او ما اخلي على البنهول يعني ما تغطي لي اياهم لان هي اصلا ما اريدها للامن صح؟ طيب شلون نسيطر يعني شو من داخل السمنت سيطر طيب شوفوا صفقاتي انتم هسه ايش قد ما احكي وياكم ما راح تقدرون تستوعبون وتفهمون الا بال شغل مالتكم بس اسمحي انت هسه بدك تشتغل على كاست هذا الكاست اكريليك جرب هسه انت مو اشتغلت هاي صار لك كم شهر انت تشتغل على الكاست جرب اخذ ناتشرال توث من جماعه السيرجري صف رابع او خامس صبه على بلاستر ونفس هذا التوث بمختبر مو راح تخصصون مختبر الاوبرتيف سواء كرام ولا اوبرتيف اشتغلوا اريدكم تشتغلون تشيلون الكيريز اللي عندكم لا غلطان مو يخاف انا لو قلت جيبي جيبوا اسنان مقلوعه قالعيها من السيرجري بس بعد لي كريستو
وشوفوا شلون رح تشتغلون، رح تشتغلون بيها كهاند بيس، يعني هو انتوا عندكم كيريز فرح تشتغلون بيها كيريز، اريدكم تتعلمون تشوفون الهاند بيس الكيريز شلون يطلع، شلون شكل الكيريز، وتشوفون من يصير عندكم الاكسبوجر او قريب البلب شلون رح يصير. هو مسوي الاكستراكشن يعني اكيد بنتي ما لهش علاقه، مسوي له اكستراكشن ما يخالف. انا يعني اقدر اصبيه على بلاستر بس اريدك تعرفين تشوفين التوست ستراكشر شلون رح يكون وشو رح تتعاملين وياه. انتوا هسه تتعاملون ويا باكريليك، هذا الاكريليك مالكم والدبت مالكم، بس من رح تاخذون هذا السن رح تشوفون على قد الكيريز رح تشيلون، فانتوا رح تشيلون الكيريز كل الكيريز والسوف كيريز رح يكون الكلر مالته شلون كلر شلون لونه، ممكن ممكن لونه على جوزي، ممكن على بياض، ممكن على سواد. فاني من اشيله وانظف الوول من رح اشوف يطلع عندي دنتين، رح اميز ما بين الكيريز وما بين الدنتين. فهسه انتم جربوا وشوفوا، شوفوا شو راح تشوفون فرق على اللي بدك تشتغلوا، وراح تعرفون حتى الصف رابع من تشتغلون صف رابع ما راح تشوفوها سهله. اول ما راح يقعدون ويا البيشنت صعبه، ليش؟ لان اكو سلايفا، اكو تانك، اكو تشيك، اكو لب، تمام لولا، واكو توث، وهذا التوث بي كيريز مو ايديال يعني. دكتورة لا كانت والله شغلات الحفر مالته صعب قوي كلش قوي. انا يعني ليش تشتغلين هاند بيس بس انت بدك تشتغلين على توث، وهذا التوث طبيعي ناتشرال توث، هذا تخافين لا تسوين ديستركتيف، لان اذا اخذتي من التوث يعني التربايت شو يوصل هو للقصد مو شرط تسوي توصلي للقصد، التربايت ياخذ الكتنج مالته اسرع من الهاند بيس ابسط خيط مو؟ وإذا عندك كيريز، وإذا عندك كيريز وسوفت كيريز بس مجرد طخيتيه بحيث أنت من يوم تقومين تخافين تقولي أنا ما سويت بس خليت البيار. لأن أنا مولودنتين يكون يعني خفيف. توست ستراكشر مو مثل الأكريليك، هذا أكريليك دوسي بي بروجيكت بس ما مو بتتعاملين وياه بسهولة. صعب أنا شفت يعني دكتورة مشتغلة على البيشنت. وايد مشتغلة على البيشنت؟ مشتغلة وايد أسهل من منو مخليها تشتغل على البيشنت؟ هيجي يعني أنا اشتغلت. عارف اشتغلت خالد بس يعني هواية اسهل دكتور كان صعب يعني تقولي ساعة رح يتخربط التربان يعني زين بس هاي صعبة أنا مو بدي أقول لك هي مو بالأسرع ماما، أنت كتوست ستراكشر بالتربان والهاند بيس توست ستراكشر الشيلي تشتغلين أسرع صحيح؟ هاند بيس والشيلي اسرع واسهل والصبغتين هم اسرع واسهل. هي هذا اللي يخوفك. هي احنا من نقول لك انا ما نحكي عليك انا قاعد احكي بصوره عامه بلا كلام صح ثالث اسرع اسهل صحيح. لذلك احنا نقول من نشتغل الكافيتي بريبريشن ما اشتغل بسرعه بالهاي سبيد، لان اذا اشتغل بالهاي سبيد واني بعدني بالبدايه طار التوث صح زين واني كل شيء ما مسويه بعدني لا متعلمة ولا فايدة المريض ولا مستفادة أنا، بس أقوم يصير عندي عقدة من عيادة الأوبراتيف. ليش؟ لأن على اعتبار إنه سرعة أني ماخذة بصف ثالث إنه مشتغلة على الكاست والكاست هذا أكريليك أدوس على الهاند بيس وأرجع لي وراه أدوس وما دا ياخذ ما دا يصير عندي توث كتن، وراح أصعد صف رابع المفروض كل عقلي إنه صف رابع هو هم يعني هيجي أخذ من التوث أدوس عليه وأمشي بسرعة كل ما أسرع أني خلصت بسرعة، وهنا بوصل عندي عقدة. ليش؟ لأن أول عيادة دخلتها سويت إكسبوجر طردت من العيادة. حتى لو ما انطردت من العيادة بس أنا بيني وبين نفسي ما صار عندي ثقة بروحي، لأن المريض اللي قدامي صدقته ممكن هذا المريض يجي يوم من الأيام يكون برايفت إلي سواء جيران أو صديق أو أي أحد، تمام لو لا، بس أنا صار عندي رغبة من العيادة الأخرى. مو سهولة إنه نتعامل وياه. اثنين أنت كده تتعاملين ويا بيشنت، يعني هذا البيشنت يحس فين؟ عندك الغم، عندك تشو صح لو لا، عندك لب، ممكن حركة أنت بدها تشتغلين، أنت بدها تشتغلين بس مجرد المريض سوى هيجي هاي الحركة مالته، وأنت تشتغلين بالترباين. ليش إحنا نقول بالترباين سريع؟ شلتي له الغم أو التام صح؟ وشفتي البيت مساعدك، فتقولي لي بسهولة. لأن إحنا بس صار إنه تجينا كيس ديفيكولت او حتى البيشنت انت كوبراتيف، البيشنت يعتمد على هواي شغلات مو بس انت، بينما هسه انت تشتغلين بكاس حتى لو تنزلين 6 ملي ماكو شيء صح لو لا تمام؟ صدقين شيء ما راح
ما عندك فد شيء ولا تحس عندك رد فعل. يعني هسه بواحد من عندكم حصل تأنيب ضمير انه خلي يساعدكم هاي الغيره هاي بس مو بنفس هاي تخلي واحد يتطور اكثر غير التنافس اللي بيناتنا يصير اذا ما اتنافس وما اغار من الشخص اللي احسن من عندي مو هذه مو عيب هلا وطول ارجع واقول انتوا اخذتوا محاضره البوزيشن هذه المفروض يعطوكم اياها محاضره البوزيشن مالتكم انا راح اعطيكم اياها مكانها طلع شرحتنا بالمختبر كنت قاعده بالمختبر وشرحت للمختبر البوزيشن هسه خلي بس ارجع لكم على كلاس 3 هو كلاس 3 هو بس هذا ما عندي بي شيء يعني انا اعطيكم اياه هذا حسين حافظ هذا الشكل النهائي صف ثالث هو هذا الدوفتيل هذه الابسيال على اعتبار انتم هسه قلتوا تعرفون شنو الابسيال وهذه الجنجايفال سيت صح لولا هي هاي البرنسبل مالتي مال كافيتي بريبريشن فاني من اجي اخلي السمنت بيس مالتي ولا سوري هاي جاي بسيط خلي شغل اي هاي جاي بسيط هذا الاكزيال احنا شنو هو الاكزيال راح نرجع للبدايه المحاضرات الاولى الاكزيال الاكزيال هو البلد على توسع جنجال فاسيت يصير جوا القاعده مالته اوكي انت ايش ما شفت هذا اللي جوا اللي على الجنجبه شفت هذا البرا هذه ماما هاي هذا الاكزيال هذا اي اكزيال الجنجبه جوا بس هنا الصوره ما غير شكل البروفايل ما غير شكل هذا هذا الجنجبه منو جت ما بلا كلام صفتك بلا عرب هذا الجنجبه وين يروح السهم ترى قصد الجنجبه اللي جوا الجنجبه اللي جوا قصدي اي جوا شوفوا هذه القعده مالتي انا ساعه
فمن اريد اشتغل قلت لكم انا حكيتها بالمحاضره لو حكيتها بالمختبر انا لا بالله بالمحاضره ما حكيت بالمختبر انه قلنا البيشنت مالتي من اريد اشتغل للبيشنت انا دنتس واشتغل باليمنى صح لو لا فعندي البيشنت مالتي الوضعيه مالتي هم تكون سوباين بوزيشن او زاويه 45 ها شرح اصعب وقولي على اليسار ما يخالف هسه اقول لك اياه نفس علينا بابا على اليسرى هسه هاي القعده مال المريض صح لو لا اذا شايفين بالعيادات او شايفين المريض يا اما يقعد بطريقه السوبر بوزيشن او زاويه 45 درجه صح لو لا يبقى القعده مالتي شلون راح تكون القعده مالتي انا شلون راح تكون اذا هذه القعده واذا هذه القعده مو عكس الساي مال بيشن اذا راح اريد ابعد انا باعتبار راح اشتغل رايت هاند بس بدا كلام صف ثالث هو لو اني احكي لو انتو تريدون من عندي فور رايت هاند دنتست يعني البيشنت الدنتست يشتغل يكتب باليمنى ويشتغل باليمنى صح لو لا فعندي كم قاعد عندي هذا المريض مالتي اللي هو الرايت سايد هو نفس الرايت سايد مالتي قلنا الرايت سايد نفس الرايت سايد مالتي بس من اجي اكتب اكتبها بالعكس فهمتوني ولا لا شلون لا دائما انا اقول لكم يا مريض يا سنة تشتغل هسه حتى صف رابع او خامس بقول له يا سنة تشتغل اريد انطيك ستارتنج فاقول له يا سنة تشتغل يبقى الصافون يقول لي دكتوره عكس الجهه مالتي من رايت سايد ليفت سايد upper left side هو ده يشتغل upper right side بس صفن بيها قال لي هو عكس الجهة مالتي قلت له شنو يعني عكس الجهة مالتي قال لي هو البيشن دائما عكس الجهة مالتي دنتست قلت له ايه شنو معناته كان يقول يعني هو عكس الجهة مالتي هو upper right وعكس الجهة مالتي اذا هو left side بس هو ده يشتغل upper right فارجع واقول بالكتابة من اريد اكتب احدد اني لازم املي كيس شيت الكيس شيت راح اسوي بيها الدايجنوزس والتريتمنت بلان مالتي فالتريتمنت بلان مالتي هي شرط تتضمن البني والقنبله تريتمنت بلان طيب قلم بس قلم التريتمنت بلان مالتي اللي هي شنو يعني التريتمنت بلان ولا ما اخذت عمر المريض اخذت اسمه لان حاني لازم من احكي ويا المريض ولا ما اشتغل له واقول له شو اسمك انت شلون اصيحه شلون احكي لازم اخذ عمره صح لان حتى اعرف اذا عنده سيستمك ديزيز او لا واخذ من عنده الميديكال هيستوري هم ارجع اشوف اذا عنده سفت سيستمك ديزيز او داخل مستشفى قبل صار عنده ابو صفار او 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 ولا وصلت الميديكال الدنتال هيستوري مالته الدنتال هيستوري مش وقت راح لاخر مره طبيب اسنان واذا صار عنده كومبليكيشن او لا هكلها قبل ما ابدي الشغل هكلها انا بعد اصلا ما قايلت له افتح حلقك دا اشوف شكو حلقك اخذت اسمه وعمره تمام والميديكال هيستوري والدنتال هيستوري الدنتال هيستوري قلنا احنا شنو هو اللي ناخذه هو التشيف كومبلين مالته الحكي اللي راح يقول لي اياه اسجله يعني التشيف كومبلين مالتي اللي هو شنو هو قال لي ايش دا يقول لي ها دا يقول لي بين اجاني ياشر لي على الابر 6 رايت سايد هسه انا وين دا اشر ابر 6 رايت سايد قال لي دكتور هذا دا يأذيني هذا الفوق مود اللي كله انا ما نام من اجي اكتب وش قال لي على ياسر ابر 6 رايت من اجي اكتبها ما اكتب 6 اكتب الكوادرنت وش كتبت سوري اذا ابر ولا لا ولا تعرف في على الوحده لا مهمه مضبوطين شوي اوكي هذا اخر شيء والله شوف ما يخالف انا حطيت لك هذا وحطيت لك هذا وحطيت لك هذا فهذا الجو عندي وهذا بالنص وهذا اولا من يقول لي المريض ده يشكي من سن انا ما اجي احدد السن احدد بس الكوادرنت واضح فانت اخذته بصف اول راح يرجع اقول على صف اول راح تقول لي دكتور احنا كل شيء ما ماخذين صف اخذته هذا الزائد صح لو لا مو وش حددتوا سويتوا هذه جهه الرايت وهذه جهه الليفت وهذا الابر
وهذا اللوا مو لولا. فارجع واقول هذا الرايت هذا الرايت، شوفوا انا من حاطته هيك هو نفس الرايت مالتي تمام، بس من اضم اواوع هيك هذا الرايت صار الليفت مالتي، فمعناته بس بالكتابه صار عندي الانعكاس. شلون المرايه فهمنا لولا؟ فمن تشخصون تسوون دايجنوزز من السينيور او احد يسالكم هو نفس المريض ما يتغير، يعني لان مادته تنضبط هي نفسها. بس ارجع فهمتكم اياها هسه هذه من اخليها هيك يا هذا المريض نعتبره هذا مريض انا قاعده هنا مو سواء من هالجهه ولا من هالجهه ولا ساعه 12 انا قاعده هيك، فالمريض هو الرايت مالته وينه؟ اللي انا اصلا كتبته بهذا الزائد الرايت مالته وينه؟ نفس الرايت مالته والليفت مالته، بس من اجي اباوع هيك من اريد اكتب صار الرايت مالته هو الليفت مالته. وصلت الفكرة؟ وصلت أكيد؟ والله وجهك أنا وجهك سيد وتخليه وجهك أنا عجزت خربطة زين. فنرجع ونقول فهسه هذا المريض نعتبره هذا الكيس بس دا أقول بس بالكتابة بس بالكتابة تعكسيها إذا هو دا يشتغل دا تريدين تشتغلين بس بالكتابة مش دا أحكي يعني على الكتابة بس بالحكي من أي أشخاصه هو نفسه فهمنا لو ما افتهمنا. فهذا اعتبر هذا المريض هذا المريض دكتور هو زائد هسه هذا المريض قال قاعده مالتي شو راح اقعد؟ قلنا نعتبر راس المريض بما انه انت قاعد هنا راح اسوي بس شويه هيك دار تعال هنا تعال هنا شيل التشير مالتك هذا اي جيب التشير وانا اسيطر عليك هيك يعني جيب التشير اي تعال اي والله جيب الكرسي مالتك هنا تعال. فهذا المريض مالتي هذا احكي على البوزيشن مالتي هاي محاضره مهمه اقعد هذا المريض مالتي تمام لولا فراح يجي يشكي يقول لي دكتور سني دا يوجعني يا سن رجعنا نقول هذا الرايت مالته هو نفس الرايت مالتي والليفت مالته نفس الليفت مالتي وهذا راس اللي قلنا عليه هو عباره عن ساعه الساعه مالته حتى احدد البوزيشن مالتي عندي بوزيشن للدنتست وبوزيشن للبيشنت البوزيشن مال البيشنت هي عباره عن سوبر بوزيشن زاوية 45 position مال patient اللي هي ممكن اخليه supine position او زاوية 45 وضحت؟ وضحت يبقى ال position مالتي شو راح يكون؟ قلنا هذا المريض هو عبارة عن ساعة راسه الساعة بيها رقم 12 ورقم 6 ورقم 9 ورقم 3 ما بيناتهم 10 11 7 8 4 5 واحد اثنين تبغى نسمع عليه وشي؟ لا يعني ما يحتاج تبعوه تهمنا؟ فهسه يبقى قاعد البوزيشن مالتي وين راح يكون؟ دا احكي ويا المريض من احكي ويا المريض؟ اقعد ورا واحكي وياه؟ ما قدام اقعد هيك واحكي وياه؟ لا اقعد هيك واحكي وياه؟ هيك كيف هيك؟ من هيك من دا هيك انتم ما تقعدون ويا اي احد هذا مريض هذا البوزيشن هذا شلون دا اقعد؟ هو انا هذا ايش قد رقم هذا ايش قد رقم السبعة سبعة او سبعة او بس مو قلت لك بتسعى على ثلث يعني ما عندي مشكله سبعة او ثمانية هي نفس الشيء يعني اكو كتب تقول رقم سبعة اكو كتب تقول ستة سبعة تسعة 12 اكو كتب تقول ستة ثمانية تسعة 12 فالسبعة ثمانية عشرة دعش واحدة اثنين لا شو مهنس فاهمين فاهمين تقعدين قدام شلون تقعدين يعني هو على رجليه لا بس هو عليها هي عبارة حتى على ايدك فطور هيك شبيه فهذه قاعدة مالتي قلت لي انت هذه قاعدة مالتي هذه انا جهة اشتغل رايت هاند إذا أنا بالرايت هاند إيش عندي؟ واحدة من البوزيشنات هي رقم سبعة، صح؟ عكسوها لو بالليفت هاند، إيش راح تقابلها السبعة؟ خمسة وأنا أبو الليفت هاند؟ أنا علي لا أبو الليفت هاند من أجي أقعد من أجي أحكي وياه أحكي وياه أحكي وياه بطريقة ولو أكو ستشيرات من خاصة الأطباء اللي يشتغلون ليفت هاند فهذا البوزيشن مالي فهمنا لو ما فهمنا؟ معناته انا عندي بوزيشن ابو الرايت هاند اللي بدي يشتغل رايت هاند يا بوزيشن عندي
7 8 9 9 10 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 مستحيل اسيطر على جيجي. فاحنا دائما لما اشتغل لازم الدنتست يكون مستواه اعلى من مستوى البيشنت. ليش؟ لان اذا مستوى البيشنت اعلى ما راح اقدر ايدي تتعب. صح؟ يعني ها انا مو؟ فلازم مستوى اذا المريض شو راح اسوي بالتشير اقول له انزل لي اياه. بعد اي راح ينزل يا طريقه لا ترجع راسك بس بدك تتهمون علي صف ثالث يعني اعتبر انا عندي تشير فراح انزل التشير وارجعه باكورد اور اذا احتاج فورورد بس نزلت للبيشنت نزلت التشير فصار مستوى واني قاعده فصار مستوى البيشنت افتح فاقدر اباوع عليه واسيطر عليه لا يعبج يعبج استمر استمر فصار عندي هسه البوزيشن مال بيشنت يا بوزيشن صار لا البوزيشن مال بيشنت تتفقوا علي فرقوا بوزيشن للبيشنت وبوزيشن للدنتست بوزيشن البيشنت اللي هو سيدي فون قلنا او سوباين والدنتست 6 7 9 11 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 لور بوستيريور تي يعني معقول اني اشتغل لهالجهه والمريض يدير وجهه من ذيك الجهه شح اقول له راح اقول له وجهك علي صح فاذا معناته الفيس مال بيشنت يكون توورد ذا دنتست زين وال ريفلكشن عادي احنا قلنا المرر لازم ريفلكشن مو اني بالفنجر مالتي واسوي له ريفلكشن زين وبعدين ذا اشد ليش احنا قلنا دايجنوستيك انسترومنت مرر وبروب وتويزر التويزر نشيل بيها الكوتر رول وهالشغلات فريفلكشن دا اشتغل اني اللور بوستيريور تي سوى 6 اور 7 فراح اقول للمريض وجهك علي وهيجي حاله راح اشتغل واقدر اباور معناته انا هذا يا بوزيشن عندي 9 او 8 فهمنا لما افتهمنا معناته البوزيشن اللي 8 او 9 راح اشتغل بيها جهه البوكال ماتج واللينجوال او البليت من هالجهه فهمنا لما افتهمنا ما فيها شيء محاوله بس مجرد دايركت انما شوف اشتغل انا لو ارد اشتغل دايركت اذا اشتغل السيرفس ديستال سيرفس راح اشتغل ان دايركت ما اشوف يعتمد على الكيس اللي دا اشتغل يعتمد على التانك مال البيشنت مرات يجيني البيشنت بس مجرد يفتح حلقة التانك فرش على الاسنان صح مو هذا مو تانك مره واحده حاله راح اسوي له ريفلكشن للتانك لازم وياي اسيستنت واحد يسوي ريفلكشن للتشيك اللي هو اني واحد يسوي ريفلكشن للتانك اوكي فهذه بالنسبه لللور رايت سايد مال بيشنت انا بعد دريد اشتغل للليفت سايد مال بيشنت لور بوستيريور تيت شو راح اقول للمريض؟ وجهك علي بس مع البوزيشن مالتي تبع البوزيشن مالتي على القعده مالتي بوزيشن مالتي انا هسه وين واقفه؟ 10 11 10 11 بس دا اشتغل يا جهه ليفت 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 سايد شفت ليفت سايد لور بوستير ايه هنا ده اشتغل اللور ده اريد اشتغل اللور 6 وين ده هذا مو اللور 6 اشتغلت شلون تشوفين الجهه الثانيه تشتغلين هذا ابو الليفت هاند يشتغل الجهه الثانيه عكسي هلس قومي شوفي تعال لا مو قلت لي راح اشوف ايش شوفي اعرف ايش جاي يسوي بس البوزيشن مالتي 19 واذا اشتغل اللور ها مو سوي له اكزو هو راح بالاكزو تعرفتوا هسه فاني ما اريد ادوقكم انا المحاضره عندي استعداد اجيب لكم اياها انطيكم اياها تاخذوها للاطلاع فقط الكم انتم هذا بكون انه داخله بالامتحان او فشي بس تفتهموها تمام شو ما تشوف دايركت بس الاندايركت بالمرة الاندايركت دائما انا من اشتغل اندايركت ولا اشتغل اكثر شيء بالابر تي طلع حب عطوه مو صار لي ساعه ما
ما عندك سلايفة إنجكتر؟ ما رحت في الجهاز جهاز لا ما رحت في الإنجكتر والله مالي يا حميد كلهم فل فل مثلا بس أنت أول سيرة عزيز بلا كلام ما تسلم الجفتر ليش قطعته؟ عليك طبعا فلازم أنا كلهم بيشت.